السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم عمي مختار، الحمد لله اللي راك بخير، ان شاء الله ربي يكمل لك ما راك متمني ويقدرك على الشيء اللي راك تقوم به. بون عمي المختار، انا عندي رونو كونغو 2015 1.5 دي سي ماشي 95000. عمي المختار، انا دي فوا يخرج لي المفتاح هكا الصباح كي تكون بارده ونكسري لها هكا غير شويه، مش تكون بارده كاع، شويه تقعد تدور دور 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 شو، ولكن كسري لها هكا شويه دي فوا يخرج لي المفتاح. عمي المختار شو، ولا ما يقعدش، يقعد غير سني يعاود يروح، غير سني يعاود يروح، من بعد كي تمشى بيها ولا من بعد تحمى تطلع غير شويه الريشه ولا يروح، ما يقعدش يجي. كيما دروك ما جاش كاع، ندار يدير هذا كيما دروك ما جاش، دي فوا يديرها دي فوا ما يديرهاش، دي فوا يديرها دي فوا ما يديرهاش. مع العلم تاني بدلت الفيتر تاع المازوط في ال 91000 بدلته، الباء عندها واحد سيمانه تاني درت لها فيدونش، بدلت لها الفيتر تاع الزيت، الفيتر تاع الريح مازال ما بدلتهش. زعما غير على الصباح، زعما ماشي كي تكون بارده. بغيت نوريك تاني عمي المختار الموتور، اسمح لي عمي المختار. الموتور عمي مختار، مع العلم تاني عمي مختار دي فوا حاشاك نلقى طوبات نقلب صح تاعه، باسكو عندي واحد البلاصة في الكراج دي فوا يكون كاين طوبات، دي فوا نلقى لي كراس تاعهم. الباتري تاني راني عاد كي بدلتها عمي مختار، نكسري لها شويه هكا عمي مختار، وحدها دي فوا تجي وحدها تسني تعاود تروح، كيما دروك ما جاتش عمي مختار، ما نعرفش لاسكو تجي ولا ما تجيش. يشعل لي هنايا هذا المفتاح عمي مختار، هنايا ودي فوت تشعل لي هنايا كونترولي لانجيكسيون، تجي تعاود تروح. وشكرا عمي مختار وربي يعطيك الخير ان شاء الله. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده مشكلتك العلامة اللي فيها مفتاح كأنه مفتاح ورشة، تشعله مرة مرة يعني في التابلو تشعله مرة مرة. هذه العلامة عندها برشة، عندها عدة احتمالات يكون منها المشكل، يكون منها الديفو. تقدر تكون من المازوط، تقدر تكون من الأرباك، تقدر تكون من الأبياس، من الفرامل، من بعض الأشياء اللي هي تخرج منها المفتاح. وهذيك هي متاع الكونغو، هي علامة الكونغو، هذيك علامة الكونغو يعني تشيك انجن، يعني ديجنوستيك، يعني سكانر
هذيك طالبة اسكنات، هذيك يعني الأغلبية في الدي سي يعملوها الأوساخ، كي يبدو موجودة فما أوساخ في المازوت يمشوا للانجكسيرات يعملوا مشكل هذاك، هذه الأغلبية في الديزل في بالأخص في الدي سي. فتو أنا باش ننصح خونا يعني يعملها، يصب لها المادة نتاع يصب لها المادة نتاع المازوت اللي تنظف البخاخات، ياخذ لها مادة نتاع تنظيف بخاخات، اي مادة ليكوبولي ولا وينز ولا اللي موجود عنده في الجهة نتاعو، ويصبها لها في الخزان ويمشي بها اسبوع من زمان، يعني جمعة هكاك اسبوع ويشوف كانت نحت العملية. انا يعني انتهت المشكلة، يكون اوساخ يذوبها المادة هذيك، تذوبها وما تخليش منها اثار، يعني تخرج كلها مع ال مع مع الديزل تتفتفت وتمشي. وكان هي بقت قاعد فيها بعد اسبوع، في الحالة هذه وقتها لازم يعمل ديجنوستيك، يعمل اسكانر او يصبر عليها لين تشعل مرة واحدة، خاطر اذا كانت تمشي تشعل وتطفى حتى بتاع السكانر ما يجيش حليه، بتاع الديجنوستيك ما يجيش حليه، لان لازمها تكون شاعلة على طول باش لازم يشد باش يقدر يشدها بالكمشة هو. ولهذا مبدئيا اعمل هذه، مبدئيا اعمل العملية هذه وجربها اسبوع، اصبها هذيك الدبوزه او العلبه هذيك، اصبها حتى على نص خزان مش مشكله، ولا ربع مش مشكله، ما يسالش وامشي بها، شوف يعني تعطي نتيجه ولا، يعني مش قضيه يعني، ويعني مش حاجه جراف، انت ما تخافش منها، مش حاجه يعني اللي هي خطيره، انما هي يعني اوساخ دور تعملك المشكله هذيك وترجع، والا في مكان اخر اللي هو بعد يخرج في الديجنوستيك. سلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الإخوة يسألوني يعني أنا ما نعرفش نعمل العملية اللي من جهة الموتور، مش ننظف البخاخات وننظف الانجكترات والمضخة والمكونات كلها متاع الديزل في جهة المحرك كلها، ما يعني مش مشكلة، ما هيش قضية، يعني يقدر يجيب العلبة اللي هي متاع هذه نتاع تنظيف البخاخات والانجكتيرات، الماركه اللي يلقاها اللي تعجبه، ويصبها على طول في الواحد هنا في الخزان، يعني ما فيش حتى مشكله، طول يصبها مش قضيه، هذه عمليه يعني سهله ما فيش قضيه، يعني ويمشي بها هكاك، يصبها حتى على 20 لتر على 30 لتر على اللي موجود عنده في الخزان، مش مشكله، ما يقلقش روحه، يصبها ويمشي بها. يعني يقدر يصب حاجه كما هيك من هنا ويمشي بيها عادي. هذه العمليه هذه لازم تعملها مره كل 6 شهور او 4 شهور 5 شهور، يعني مش ديما، يعني هذه كانت ديما تولي مضره، هذه تعملها مره كل 5 شهور 6 شهور، تعمل حيله هنا عادي مع البنزين، لان مع البنزين او الديزل، اذا كان هي ديزل تاخذ لها موديل نتاع ديزل، واذا كان هي بنزين تاخذ لها موديل نتاع بنزين. هذا بالنسبه للي ما يقدرش يعمل العمليه هذيك من قدام، واللي ما يحبش يعملها، لان هذه الطريقه هذه يمكن اضمن من الطريقه الاماميه، لان هذه باش تاخذ على مهلها مع المازوت او مع الليسونس مع البنزينه، تاخذ على مهلها، والاخرى يعني وقتيا يعني على طول، الاخرى يعني ما ننصحش بها للسيارات القديمه، تقدر تعطي نتيجه عكسيه، تكون هذه افضل بالنسبه للسيارات القديمه او الجديده كيف كلهم. ان شاء الله تنفعكم هذه الكيماكه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.